يا خبر يا خبر، الزهرية اتكسرت، الزهرية! يا خسارة! اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب انا حاول بقى اخبيها واخبيها واقول انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، انا هخبيها بسرعة. في ايه يا نانا؟ ايه اللي حصل؟ انا سمعت صوت. لا ده ولا حاجة، ولا حاجة حصلت، ولا حاجة. ولا حاجة؟ ولا حاجة ايه؟ ده الزهرية يا مكسورة. بس هي كسرت. ايوه بس انا ماليش دعوه. وكمان هقول لماما كده، انا هخبيها وهقول لماما انا ما اعرفش حاجه، ما عملتش حاجه. يا خبر يا نانا، انت عاوزه تكدبي على ماما؟ اكدب بقى ما اكدبش؟ طيب هعمل ايه بقى؟ انا هعمل ايه؟ انا خايفه. بص يا جوجو، انا خايفه خالص، وخايفه كمان ماما تزعل مني وتقعد تقول لي كده كسرتي الزهرية. خلاص انا هخبيها واقول انا ما عملتش حاجة، انا ما اعرفش حاجة. تخبي ايه؟ لا يا نانا يا حبيبتي، بابا يسوع ما قالش كده. بابا يسوع علمنا ان احنا نقول الحقيقة. صحيح انت غلطتي بس غصب عنك يا نانا. ايوه يا جوجو صدقني انا غلطت غصب عني، ده انا حتى النهارده كنت صاحيه نشيطه ومبسوطه كده وفرحانه، وقلت ايه، انا لازم انضف الشقه لماما واساعدها عشان انا بحب ماما قوي، فقلت ايه اساعدها، فروحت جبت حته القماشه بتاعه التنظيف وقعدت بقى انفض واروق الدنيا، وبعد كده وانا جايه بنفض كده الزهريه راح جت فيها وراحت وقعت واتكسرت. خلاص بقى نانا، انت كده غصب عنك يا حبيبتي اتكسرت الزهرية. لازم تكوني شجاعة، لازم تكوني مقدامة وتروحي لماما وتقولي لها انا اسفة يا ماما. شفتي بسيطة ازاي؟ سهل. انا اسفة يا ماما، غصب عني زهرية اتكسرت. وخليكي شجاعة، ما تخافيش، اوعي تفكري تكدبي يا نانا. طيب خلاص بقى، حاضر يا جوجو، انا هعمل كده. بص إيه، طب خلاص انا هعمل كده عشان بابا يسوع كمان بيحب الشجعان واللي بيقولوا الحق. برافو يا حبيبتي، برافو. دين انا اختي حبيبتي، لكن عايزه تكتبي. وفعلا يا حبيبي، نانا راحت لماما وقالت لها انا اسفه يا ماما، غصب عني كنت بنضف بالقماشة فخبطت الزهرية راحت وقعت مني اتكسرت، انا اسفة خالص يا ماما. فماما يا حبيبي اخدت نانا في حضنها وقالت لها ما تخافيش يا حبيبتي، معلش ده طالما غصب عنك انا مش زعلانة منك، وانا فرحانة منك جدا لان انت ما كدبتيش عليا، لان كمان بابا يسوع ما بيحبش الولاد اللي بيكدبوا. وانا زعلت قوي ماما ساعتها عشان خدتها في حضنها. يلا باي باي، نشوفكم في حلقة جديدة.